أندري تشيكاتيلو، بيل جونيس أو جونيس، تيد بندي والمعروف لا يعرف، وجيفري دامر. يا ساتر على القائمة يا ساتر. هذول يا صديقي العسل هم ناس يصنفون على أنهم سايكوباثيين، وسايكوباث تعني مريض نفسي، مش مريض نفسي، معتل نفسي. يعني المريض النفسي مش سايكوباثي، سايكوباثي مختل، عنده خلل في النفس، مريض يعني. رجعنا لكلمة مريض، بس عموما سايكوباثيين. والسايكوباثية عشان تفهمها بشكل مضبوط، يقول لك هي حالة نفسية يتسم فيها الشخص بعدم التعاطف والرغبة في الانخراط بسلوك غير أخلاقي معادي للمجتمع، يحقق مصالحه الشخصية وإشباع رغباته الذاتية. هذه الأوصاف كلها يعني سايكوباثي. وطبعا أنت لك أن تتخيل إنسان ما يتعاطف أبدا، هذه الصفة بس بحد ذاتها شنيعة، فما بالك أنه برضه يحب ينخرط، مو بس يسوي يعني فعل واحد، لا، ينخرط في السلوكيات الغير أخلاقية. وعنده عداء قوي للمجتمع، يكره كل المجتمع، يكره أهله والناس وكل محيطه، وكذلك يهتم بتحقيق مصالحه ورغباته الشخصية مهما كان الثمن اللي راح يدفعه، أهم شيء يحقق هذه الغاية أو يشبع هذه الرغبة. الليستة اللي احنا تكلمنا عنه قبل شوي، قتل متسلسلين. والمصيبة يا صديقي العسل مش أنهم قتل متسلسلين، هم كانوا يقتلون بشناعة ويسوون أشياء أكثر من القتل أكثر شناعة. تخيل فعلا يسوون أفعال أكثر شناعة من القتل، يعني لدرجة أنك لما تتابع وثائقيات عن هذول المعتلين نفسيا راح تشوف أن الموت كان أرحم بالنسبة للضحايا، حاجة لا تطاق يا صديقي الجميل. فيقول لك طبعا مؤلف هذا الكتاب أنه لا تعتقد أنه السايكوباثي بالضرورة يكون قاتل أو قاتل متسلسل. يقول لك السايكوباثي ممكن ما يكون قاتل، فعشان كذا قد يعيش بيننا ولا ندري أنه سايكوباثي. 1% هي النسبة التي تقدر بعدد السايكوباثيين اللي موجودين في الكون، اللي فعلا يستوفون هذه المعايير، اللي فعلا تلقى فيهم معايير الاعتلال النفسي، 1% وربما أقل. فاللي أبغى أوصله لك أنه لا تعتقد أن السايكوباثي باين وظاهر في المجتمع في معظم الأحيان، لا مو شرط. يعني زي ما تصور لنا الأفلام والمسلسلات أنه مثلا الشخص اللي يستخدم مخدرات قد يكون واضح، أو مثلا تاجر المخدرات في المسلسلات والأفلام يمثلون على أنه شخص شرير كذا وفيه شطبة في عينه وممكن وجهه شوي محروق وعبوس، مو شرط. أو أنه يلبس لبس أسود دايم ودايما مريب، مو شرط. قد يكون شخص لبسه أو مظهره مثل مظهري ومظهرك، وفي النهاية يطلع سايكوباثي. هذا الكلام جدا حقيقي. طب وين يبغى يوصلنا الكاتب؟ الكاتب يشدد على أهمية أنك تعرف أن السايكوباثي قد يستغلك لمصالحه الشخصية. يعني أنا مثلا لما كنت أتابع الوثائقيات عن تيد بندي ولا جيفري دامر، فعلا كنت أقول يا أخي كيف ممكن تحمي المجتمع أو توعي المجتمع من هذول الأشخاص؟ لأنه الضحايا اللي كانوا يطيحون في دينهم كنت أتألم أنه كيف ممكن يكون في علامات معينة تبين لهم أن هذا الشخص سايكوباثي، فيتجنبون كل الكوارث اللي مرت عليهم، يعني من انتهاك ومن أشياء ما تذكر وإلى حد القتل. فأعجبني عنوان الكتاب للأمانة، قد يعطيك علامات جدا جيدة. ولا أخفيك سرا يا صديقي الجميل أن العلامات مو ممكن كذا تبان معك من شخص تلتقيه لأول مرة، غالبا هذه العلامات راح تكون جلية وواضحة مع الأشخاص اللي انت تعيش معهم فترة من الزمن، فممكن يكونون عائلة، ممكن يكونون أصدقاء، ممكن يكونون جيران، ممكن يكونون في أي محيط، يعني ممكن زملاء عمل، المهم أنه يعيشون معك فترة فتبان عليهم هذه العلامة. فالكاتب يقول المضحك المؤلم هو أني لما أجي أقول للناس أنه انتبه لا يتلاعبون فيك بعض الأشخاص اللي قد يصنفون سايكوباثيين، أو لا يتلاعب فيك أي شخص عموما، يعني يقول معظم الناس ترد عليه أنه لا لا مستحيل أحد يلعب علي ولا يمشيني على كيفه. فيقول هذا الاقتباس الجامد جدا، طبعا اللي قال الاقتباس هذا ويلسون براين كي، ويقول فيه عادة لا يصدق البشر إمكانية التلاعب بهم أو التحكم بهم بسهولة، ولهذا السبب تحديدا يسهل التلاعب والتحكم بهم. بالضبط، لأنك تعتقد أن ما في أحد راح يلعب عليك، هذا هو السبب اللي راح يخلي الناس تلعب عليك. فكيف نعرف أن هذا الشخص يتلاعب فينا، أو كيف نعرف أن هذا الشخص سايكوباثي؟ هذا اللي راح نعرفه من كتاب محاط بالمرضى النفسيين للمؤلف توماس أريكسون، اللي ألف كتاب محاط بالحمقى. لكن دعني أنوه على شغلة مهمة جدا 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 جدا، احنا هنا يا صديقي العسل جايين نتعلم، حلوين؟ حلوين، ونبغى نتعلم شيء ينفعنا ما يضرنا. فبقدر ما ننقل المعلومات اللي تفيدنا لازم نكون صادقين في نقلها. فعلى سبيل المثال أنا أختلف مع عنوان الكتاب مباشرة، يعني بصراحة محاط بالمرضى النفسيين هذه
مبالغة بصراحة. مين اللي ممكن يكون محاط بمرضى نفسيين إذا عدد المرضى النفسيين لا يتجاوز 1% في العالم؟ إلا اللي يشتغلون في مصحات نفسية ممكن. فعشان كذا المعلومات اللي راح نستعرضها اليوم عن السايكوباثيين أبغاك تتأكد أنها لا تنطبق إلا على السايكوباثيين اللي لا يتجاوز عددهم 1% من هذا الكون. فأنت أبغاك اليوم من الحلقة تستفيد حلو؟ وتأخذ معلومات جميلة جدا، لكن اصحى من تطبيق هذا الأمر على كل شخص موجود حولك، ونصير بدال ما ننفعك نضرك، وتبدأ تتهم من هذا سايكوباثي وهذا سايكوباثي، ولا لا لا الموضوع مش بهذه السهولة. حتى علماء النفس والأطباء النفسيين يصعب عليهم تشخيص حالات مثل هذه. يعني ما نقدر نطلق على شخص أنه سايكوباثي بس لأنه موجودة فيه حتى علامة ولا علامتين أبدا. قد يكون في خلل إيه، بس مو لدرجة أنه يكون سايكوباثي. اللي خلاني أقبل بهذا النص يا صديقي العسل واشرح لك هو أني عارف أنه موضوع التلاعب والتحكم بك جدا مهم. خليك من موضوع السايكوباثية تمام؟ فذكر المؤلف نقاط جدا جدا رائعة بتحميك من الأشخاص اللي ممكن يتلاعبون فيك. أوكي؟ فيلا جهز لك كوب قهوة محترم واشترك في القناة وفعل الجرس وخلنا نعرف كثير من تفاصيل هذا الكتاب الممتع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا صديقي العسل في برنامج بوكافين، معك أخوك ناصر العقيل، أهلا وسهلا تشرفنا. في سنة 2005 كان عالم الأعصاب جيمس فالون يسوي مسح على أدمغة قتلة متسلسلين بالأشعة كذا، يبغى يفحص الدماغ ويشوف إذا أدمغة القتلة المتسلسلين تختلف عن باقي الأدمغة. طبعا هذه العملية كانت جزء من مشروع بحثي، هذا البحث سووه في جامعة كاليفورنيا. فالشاهد أنه قرر يسوي حركة غريبة، قال أنا راح أقارن أدمغة القتلة المتسلسلين بأدمغة عائلتي، فسوى مسح لأدمغة عائلته وهو من ضمنهم. لما جابوا له النتائج حصلت الفاجعة، شاف دماغ من الأدمغة وقام ضحك، فقال لباقي الأطباء أنكم أنتم قد تكونون خلطتوا دماغ قاتل متسلسل مع أحد أفراد عائلتي. قالوا لا لا إحنا متأكدين أن هذه النتائج اللي طلعت معنا. ليكتشف يا صديقي العسل أن الدماغ اللي كان يشبه أدمغة القتلة المتسلسلين كان دماغه هو. بمجرد ما عرف المعلومة هذه اختفت الابتسامة عن وجهه وبدأ يشعر بالقلق والخوف والرهبة. هو عالم يا صديقي العسل، عالم، والعلماء يصدقون النتائج. فلما اتضح له أن عقله يشبه عقل القتلة المتسلسلين عرف أن هذا الأمر حقيقي ما فيه مجال للشك، وعرف أنه هو بنفسه سايكوباثي. تخيل أنه لما كان يستعرض النتائج حقت المسح الضوئي قال جملة خطيرة. أول ما مسك هذا الدماغ اللي هو كان دماغه بس ما يدري، قال إن التصوير الطبقي لهذا الشخص يظهر أنه لا يمكن أن يكون حراً طليق، لأنه يعاني من أسوأ أنواع الاضطراب السايكوباثي. تخيل لحظتها أزاح الغطاء ليكتشف أن الاسم اسمه. فهذه هي صورة الأشعة للدماغ، وراح تلاحظ أنه في انخفاض شديد في منطقة الفص الجبهي، وهي المنطقة المسؤولة عن اتخاذات القرارات العقلانية والمنطقية، وفيها برضو التحكم بالمشاعر. طبعا فالون اعترف أنه هو لم يشك أبداً في يوم من الأيام أنه كان إنسان سايكوباثي، لكن طبعاً الأشعة أكدت هذه الحقيقة. فيقول أني لما راجعت نفسي اكتشفت أنه فعلاً أنا سايكوباثي من حيث السلوك، فكنت دائماً مدفوع بشكل كبير أو نزاع للسلطة والتلاعب بالآخرين، ولا كنت أبدي أي تعاطف في كثير من المواقف. فيقول من المضحك أنه لما يكون عندي يوم من الأيام مثلاً حضور جنازة معينة أو عزاء، وفي نفس الوقت كان في حفلة في مكان ثاني، أختار أني أروح للحفلة أدور الفلة والوناسة وأترك هذه المواضيع اللي هي مختصة بالتعاطف مثل الجنازة وغيرها. فيقول فالون اكتشف فعلاً أنه سايكوباثي، ولكنه كان دائماً يحاول يتحكم بسلوكه على أن يتماشى مع السلوك المجتمعي المقبول، يعني أتصرف نفس التصرفات اللي يقبلها المجتمع، ومو بالضرورة أكون أنا أصلاً أبغى أسويها أو هذه طبيعتي وماهيتي. توماس مؤلف هذا الكتاب يقول أنا ألفت الكتاب هذا لسبب، وبعد ما خلصت من تأليف كتاب محاط بالحمقى ولاقى الكتاب رواج، كان في ذاك اليوم شخص موجود في محاضرة ألقيتها في الجامعة لطلابي، ففتحت باب الأسئلة فكانوا يسألون واحد وراء الثاني. كان في شخص بينهم في الصف تصرفاته كانت جدا مريبة وغريبة. يقول كان واقف في الصف وطول الوقت يحدق إلي، يقول كان يناظرني بنظرات غريبة وحادة.
يقولوا كان كأنه يدفع الناس اللي قبله يدفدفهم عشان يوصل دوره ويسأل هذا السؤال. فلما وصل دوره يقول طالع فيني كذا بشكل جدا غريب، بعدين قال لي أنا ما لقيت نفسي في الألوان الأربع اللي أنت تكلمت عنها. يقول فرديت عليه قلت له وش تقصد؟ قال أقصد أني لما قريت كتابك محاط بالحمقى والأربع ألوان اللي أنت تكلمت عنها أو الأربع أصناف من البشر ما لقيت ولا لون يطابق صفاتي وشخصيتي، ممكن يكون في لون خامس فجاي أسألك عن هذا اللون. قلت طبعا رديت عليه بجواب جدا عام لأنه ما كان في وقت أني والله أحلل شخصيته بشكل جدا كامل ودقيق. فيقول هو عرف أنه ما حصل على مبتغاه، يعني ما لقى الجواب اللي فعلا يرضيه، فيقول تنحى جانبا وخر كذا شوي على جنب، لكنه ما غادر ما وخر عن الصف. يقول ظل واقف ويطالع فيني طول الوقت، يقول كان يرمقني بنظرات محرجة للغاية. فيقول الناس اللي كانت تمر وتسأل فيسلمون عليه، يعني يلقون عليه التحية هاي، يقول فيلتفت عليهم كذا يبتسم ابتسامة كذا كذابة وبعدها يرجع لوجهه الشاحب ومحدق فيني طول الوقت. يقول كان الأمر جدا محرج ورهيب ومرعب في نفس الوقت. فلميت أغراضي عموما بعد ما انتهت المحاضرة وطلعت، وقتها يقول أدركت أنه من القائمة اللي أنا تكلمت عنها الأربع ألوان في كتاب محاط بالحمقى في أشخاص لا تنطبق عليهم هذه الصفات، ألا وهم السايكوباتيين. أنا طبعا وجهة نظري على تعليق هذا يا صديقي العسى أنها مبالغة نوعا ما. صح أن استعرضنا الأربع ألوان في كتاب محاط بالحمقى، لكن مو معناته أنه الأربع ألوان هي فعلا الصفات اللي اختزلت كل أنواع البشر أو شخصياتهم. هذا كلام غير صحيح، يعني مو أي شخص ما تنطبق عليه الأربع ألوان معناته سايكوباثي، هذه أحسها مبالغة شوي. لكن عموما المقصد هو اللي كان يبغى يوصله أنه في أشخاص فعلا خارج هذول القائمة ويصنفون على أنهم سايكوباثيين. يقول فقررت أني ألف هذا الكتاب. يقول لأنه التجارب في علم النفس اللي إحنا سويناها على أساس نطلع في كتاب محاط بالحمقى أو بهذاك التصنيف كانت تجارب وأبحاث على ناس أصحاء مش ناس معتلين نفسياً. يقول فالمعتلين النفسيين غالباً ما يكون عندهم نمط سلوكي محدد بإمكانك أنك تقرأ شخصيته أصلاً. فيقول هم مثل الحرباء يتلونون على حسب الموقف، فما تقدر تعرف هل هو إنسان هادي ولا طايش، هل هو إنسان منضبط ولا إنسان فوضوي، ما في سلوك نمطي محدد. فيقول بعد فترة كنت أبحث وأسأل عن هذا الشخص المريب لأكتشف أن عليه عدة جرائم مسجلة وأنه سبق وانطرد قبل كذا، وكانت أسباب طرده هي التلاعب بزملاء. فيقول توماس في الكتاب أنه فيه شخصية أو صفات أجمع عليها كل علماء النفس أنها صفات شخص سايكوباثي، طبعا عن طريق اختبار سموه PPI-R. عموما أنه المفترض أنه النتيجة اللي يخلص فيها الاختبار هي أنه السايكوباثيين عندهم القدرة على التلاعب بالأشخاص والتحكم بهم، ويقدرون يخدعون ويؤثرون على الآخرين. طبعا كل هذا من أجل تحقيق مصالحهم الذاتية والشخصية. كذلك ما عندهم تعاطف على الإطلاق ولا مراعاة لمشاعر الآخرين أبدا، ولا يزاولهم الشعور بالندم على الإطلاق، وعندهم اللامبالاة وكذلك إلقاء اللوم على الآخرين فقط لتبرير سلوكياتهم المعتلة والمنحرفة. فمثلا لما يجي ويرتكب جريمة في شخص يحط اللوم إما على الشخص أو على المجتمع أو على عائلته أو على طفولته. وهنا أنا صراحة ودي أستطرد بس ما في وقت، عرفت ولا كان ودي أستطرد على هذا الموضوع اللي جدا جدا مهم، لأني سبق وطلعت وتكلمت في فيديو عن أنه في ناس تعتقد أنه كل شيء عاش من مثلا مواقف سلبية في الطفولة يبرر أفعال السيئة لليوم. لا أبداً أبداً، ولو أنه صح فعلاً علماء النفس يربطون الطفولة بشكل جداً كبير على كثير من تصرفات السايكوباثيين في المستقبل، صح؟ يعني لما تقرأ عن جيفري دامر مثلاً راح تلقى أنه فعلاً رجعوا لطفولته وشافوا أنها جداً بشعة، لكن هل هو فعلاً مبرر؟ يعني أنت لما فعلاً تجلس مع فيلسوف وتبحث عن العلية أو عن الأسباب لماذا حصل هذا التصرف، لا الفيلسوف راح يتعبك شوي. تريد تقول والله جيفري دامر صار قاتل متسلسل وسايكوباثي لأن والله حياته الشخصية كانت جدا صعبة. أهلا وسهلا، ثلاث أرباع الناس اللي نعرفهم حياتهم كانت جدا صعبة، بل بعضهم كانت حياتهم أصعب من جيفري دامر، صح ولا لا؟ صح، في عينات كثيرة في الواقع. وش مصيرهم انتهى؟ قتل متسلسلين؟ لا، احنا نعرف كثير منهم نجح في مجالات كثيرة مثل الاقتصاد ومجالات العلوم ومجالات الفنون ومجالات الرياضة، وبعضهم رؤساء دول وبعضهم مؤثرين بشكل إيجابي جدا وعاشوا طفولة جدا قاسية. إذا لما ترجع للواي لماذا حصل هذا التصرف، أي نعم قد يكون جزء من السببية أو العلية،
لكن مو شرط يكون هو السبب بعينه. هذا الكلام جدا جدا مهم. فيقول لك السايكوباثيين دائما يبررون، دائما يقول لك كذا مبررات لتصرفاتهم الوحشية جدا، حتى لو كانت التلاعب بالآخرين. ودي أقترح عليك فيلم وثائقي تتابعه، جميل جدا جدا جدا، اسمه Evil Genius، بيوريك معنى التلاعب بالأشخاص فعلا من أشخاص سايكوباثيين. الصفة الخامسة والأخيرة يقولك، وهذا أكثر شيء يبرعون فيه، هو الكذب. قاعد يتلاعب فيني، حيقول لي الصدق، أبا أكيد بيكذب. يقول لدرجة أن معظمهم يكذب من دون سبب ولا داعي للكذب. يعني ممكن أحيانا جالس أنت وياه تشربون كافي، سولفون عادي سوالف، يكذب في السوالف. طب أنت مضطر تكذب هنا، يعني أنت في جلسة تحقيق ولا مسوي حركة ما تبغى أحد يعرفها؟ لا، سوالف عادية. أي نعم سوالف، أكذب برضو حتى في السوالف. فينتقل بعدها الكاتب يقول لك، خلني أعلمك إنه هذه الصفة حقت اختبار الـ PPIR، واللي لبها هو إنه هدف هذا الشخص السايكوباثي إنه يتحكم فيك أو يتلاعب فيك. فخلني أعرفك على الأساليب اللي ممكن هم يستخدمونها للتلاعب بك. هنا نجي عادة أقول لك للنقاط اللي جدا جميلة في هذا الكتاب، لأنها نقاط جدا عامة، مو شرط تكون في شخص سايكوباثي. فهمتني؟ يعني فعلا في أشخاص كثير إحنا نعرفهم يتلاعبون في الناس ويتحكمون فيهم ويكذبون عليهم، بس مش سايكوباثيين. انت مستوعب؟ هنا انا قاعد اقول اوكي، في واقعية في الموضوع. فعلا انت معرض انك تلتقي لاشخاص كثير يتلاعبون فيك، سواء في العمل ولا في المدرسة ولا في الجامعة ولا في المحيط، في اي محيط ايا كان. فيقول لك الاسلوب الاول اسمه التعزيز الايجابي التعسفي. ده انجليزي يا مرسي. عموما خليني اشرح لك ماذا يعني هذا الاسلوب. يقول لك هذا اسلوب يستخدمه المتلاعب بالشخص، وهو أنه دائما يمطره بالمديح، يعني يمدح على أي تصرف ويثني عليه دائما، ودائما يعطيه ردود فعل إيجابية جدا على أي تصرف هو يتلقاه منه. فلنفرض مثلا مدير يمطر واحد من الموظفين بالثناء دائما وأبدا، فيثني عليه ويقول الله يجزاك خير، شغلك جدا مضبوط، بيض الله وجهك، استمر، أنت الأفضل، وهكذا. يقول فتأتي النكسة، تويست هنا يجي، وهو أنه فجأة يقرر أنه يوقف هذا الإمطار من المديح والثناء. فجأة كذا يقرر أنه ما عاد يبغى يمدحك أبدا، ولا عاد يثني عليه على الإطلاق مهما تسوي. يقول هذا الأسلوب يستخدمونه ليش؟ على أساس يجففون، خلينا نقول، هذه المصادر ويعطشونك. فشغلة مرتبطة بالدوبامين نوعا ما، فتبدأ أنت تتساءل إيش اللي حصل، وإيش اللي تغير، وإيش اللي قاعد أسويه غلط. أنا ممكن قاعد أسوي شيء غلط، ليش فجأة هذا الشخص من كان شخص يحبني ويمطرني بالحب والمشاعر، أنا مو شرط تكون ثناء، ممكن يكون حب إذا كان شريك حياة مثلا يبغى يتلاعب فيك، فيمطرك بالحب فترة من الزمن، وفجأة يجفف كل المصادر. فتقول أنت وش اللي صار، وش اللي حصل، فتبدأ تحاول أنك ترضيه أكثر عشان ترجعه لهذاك الأسلوب اللي كان هو يتعامل معك فيه. هنا التركاية يا صديقي العسل، واللي يحصل فعلا أنه يجيك ويبدأ يحاول يلقي عليك بعض الأشياء اللي يبغاك أنت تسويها من أجله، ولما تسويها فعلا يرجع يمطرك بهذا النوع من المديح فترة وحيجفف نفس الحكاية. باختصار، ما دامك تسوي الشيء اللي أنا أبغاه، إذا أنا راح أعطيك هذا المديح ولا الحب ولا المشاعر بالمقابل. على فكرة الموضوع لا يقتصر على مشاعر، عشان لا تفهم الموضوع غلط، لا، ممكن يكون مال، ممكن يكون مشاعر، ممكن يكون ثناء، ممكن يكون دعم، ممكن يكون حاجة هو يملكها وانت اللي بأمس الحاجة لها، مثل المخدرات. لما يكون في تاجر مخدرات ومدمن، تاجر المخدرات راح يبيع للمدمن كثير، وفجأة يجفف عليه المصادر فيخليه يتوسل أيما توسل بس عشان يحصل على جرعة ترجع الوضع الطبيعي. فما يعطيه هذه الجرعة لين يخلي المدمن يسوي شيء هو يبغاه، فعاد انت قس، ممكن تكون مثل ما قلت لك أنا مخدرات أو أي شيء ثاني. هذا أول أسلوب من أساليب التلاعب. الأسلوب الثاني هو أسلوب التعزيز السلبي. يعني إيه؟ يعني يقول لك لما المتلاعب يوقف عن فعل شيء أنت ما تحبه بمقابل أنك تسوي له شيء هو يحبه. معنى الكلام هذا يا صديقي العسل، أبغاك تفترض معاي في شخص مثلا في المحيط متنمر جدا ودائما يأذيك. لما أقول متنمر أتكلم عن أذى، ما أتكلم عن مزح. المزح شيء والتنمر شيء. المزح صادر من شخص يحبك وانت تحبه ويمزح معاك لغرض ان نضحك مع بعض، حتى لو كان مزح ثقيل شوي، بس في النهاية الغرض والغاية هو ان نضحك مع بعض، هذا مزح. لان في ناس صارت تخلي المزح تنمر، وفي التنمر اللي هو شخص يكرهك اصلا وانت غالبا ما تحبه وقاعد يقول هذا الكلام فقط ليؤذيك، هذا هو التنمر. فيقول لك
يجيك هذا المتنمر اللي مأذي عيشتك تماماً، جايب لك الشق والبعج والجلاء، ما أدري وش الجلاء بس ممكن يكون شيء سيء عموماً. فيقوم هو لما تسوي شيء هو يحبه يوقف عنك هذا السلوك السيء ألا وهو التنمر. وفعلاً فعلاً ترى على فكرة المتنمرين، وأنا قد مروا عليه كثير يعني لما كنت صغير، تلقاه هو ما يحبك ويكرهك ودائماً يتنمر عليك فعلاً ويؤذيك نفسياً ومعنوياً ويمكن حتى جسدياً، لكن لما تسوي شيء هو يحبه فجأة كده يوقف عنك نوعاً ما، مش حباً فيك بس عشان لقى أن أنت راح تسوي الشيء اللي هو يبغاه في نهاية المطاف. هذا نوع من أنواع التلاعب اسمه التعزيز السلبي. فتخيل أنه في أشخاص يكونون متأذين من أشخاص كثير ثانيين متأذين. أرجع وأقول مرة ثانية، لازم إحنا وصلنا لمرحلة يا صديقي العسل في عصر السوشيال ميديا أننا كل كلمة نقولها لازم نشرحها كده بالتفصيل عشان توصل صح ولا تنفهم غلط. يعني لما أقول لك شخص مأذيك ما أتكلم عن مثلا مربي قاعد يحاول يربيك تطلع إنسان كويس، هذا مش أذى. حلو، لما أتكلم عن أذى أتكلم عن أذى نفسي وجسدي، أذى بمعنى كلمة أذى. تدري وش الأذى أو تقدر كيف مثلا تقيسه؟ خلينا نقول إذا بلغت عليه الحكومة مسكوه. يلا كذا أنا نعطيك القاعدة هذه على أساس إيش ما نخلي الناس تروح تدور الصفات هذا والتعزيز السلبي في الناس اللي حولها. إيه والله أخوي الكبير دائما يمنعني من البلاي ستيشن ويشيل ويحرمني من البلاي ستيشن، هذا تعزيز سلبي، أكيد أخوي حاول يتلعب علي. لا، أخوك قاعد يحاول يخليك تذاكر ويربيك عادي، أخوك الكبير قاعد يتحكم فيك. ما أدري ليش حسيت إني قاعد أسولف البدر أخوي، لأنه فعلا تعريف الأذى لازم نتفق عليه أول شيء. فمثل ما قلت لك أذى، أذى حقيقي، أذى يصنف أذى، يعني الناس لو شافت هذه التصرفات تطبق عليك أو على أي شخص ثاني خلوا وقالوا لا هدي، أو ممكن حتى يستعينون بالسلطة. فعلا هذا الأذى اللي أنا قاعد أتكلم عنه، فهو أسلوب يقع فيه الضحية المتأذية ممكن لأنه يبغى يرتاح من هذا الأذى فيقوم يسوي اللي هو يبغاه. ترى والله العظيم هذا شيء مؤلم. أنا شخصيا أعرف عوائل كثير 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 كثير، مو أوكي ما أبغى بالغ كثير مرة يعني هم الأغلبية، لا هم يظلون أقليات. يعني مثلا إذا أنا أعرف 20 عائلة فهم تقريبا العوائل اللي أعرفها تعاني من هذا الشيء يمكن 3 أو 4، بس هم فعلا كثير يعني مش نوادر تطبق اللي يبغاه هذا المتسلط فقط عشان تجنب نفسها من الأذى. هذا أسلوب جدا خطير جدا خطير. أما الأسلوب الثالث فهو أسلوب اسمه المثلث الدرامي. يا ساتر يا ساتر، هو استخدم فيه السايكوباثي الأسلوب الأول الإمطار والإشباع بالثناء والعطاء، بعدين استخدم الأسلوب الثاني اللي هو التجفيف، وبعدين الإمطار بالأشياء السلبية لدرجة الأذى، لين يوصل لمرحلة الشخص أنه خلاص يبدأ يستسلم، يبغى يسوي أي شيء بس عشان يرضيه ويرجع زي ما كان. فيبدأ يطلع له شخصية وهمية ثالثة ويقول مثلا أنه أنا أمي كانت تسوي لي كذا وكذا لما أنا أغضب، وكأنه يزرع في باله هذه الفكرة أنه أنا إذا غضبت سوي لي 1 2 3. طبعا قس عاد الأفكار الكثيرة اللي ممكن يزرعها هذا الشخص على أساس يطبق الضحية اللي يمليه عليه السايكوباثي. الأسلوب الرابع يا صديقي العسل أسلوب سايكوباثي فعلا، اسمه التلاعب بالعقول. يقولك هذا نوع يصفه الأطباء النفسيين بأنه من أشد الأنواع ضررا للنفس وفيه إساءة نفسية خطيرة، وغرض الشخص السايكوباثي من هذا الأسلوب هو أن يزرع فكرة الجنون في الضحية. يا ساتر يا ساتر، هذا فعلا فعلا، شوف اسمعني، فعلا ما يسويه أي شخص. يعني هذه الصفة اللي أنا قاعد أتكلم عنها أو اللي بتكلم عنها الآن صفة شخص سايكوباثي فعلا، يعني هذه لا من النادر جدا أنك تلقاها حرفيا، أنا أتوقع أقل حتى من 0.5% مش حتى 1%، وهي أن يزرع فيك هذا الشخص فكرة أنك أنت إنسان مجنون. تخيل فعلا، وأنا شفت أفلام تكلمت عن هذه الحالة، بس خلني أشرحها لك في البداية. الأسلوب هذا هو أنه الشخص المتلاعب يحاول يزرع فكرة أن الشخص الثاني مجنون، حرفيا فكرة مرعبة. يعني تخيل كيف ممكن يسوي كذا، خلني أقول لك. لنفرض مثلا شخص بتزوج واحدة ويبغى يقنعها أنها مجنونة، وأنا قرأت في كتب كثير حالات حقيقية حصلت على أرض الواقع، وكذلك شفت أفلام تتكلم عن هذه الحالة. يقوم هو شي يسوي، يغير بعض الأشياء أو التفاصيل في البيت زين، فتلاحظ هي أنه في شيء مختلف. مثلا كأنه يشيل لوحة من مكان ويحطها في مكان ثاني ويمحي مكان اللوحة الأول ولا كأنها كانت موجودة. بعدين تجي الزوجة وتقول اللوحة تغيرت، ما كانت هي موجودة في الجدار الفلاني، شو اللي جابها هنا؟ فهم يقول بسم الله عليك وش فيك، اللوحة موجودة في هذا الجدار من زمان من أول ما سكننا.
أو من أول ما جبناها. فهي تبدأ تقول أقول لا تجنني، لوحة طول عمرها موجودة في الممر، إيش اللي جابها مثلا في الصالة؟ يا حبيبتي الله يهديك، ترى اللوحة طول عمرها في الصالة، أنت فيك شيء، يمكنك ما نمتي زين، لحظة خاف إنك ما شربتي قهوة، ممكن ما أفطرتي. تخيل، حاول يزرع هذه الفكرة المجنونة. أو أحيانا تفاصيل صغيرة جدا، يعني مثلا بدال ما يشيل اللوحة كاملة يميلها شوي، فتقوم هي تعدلها وتقول والله أنا لقيت اليوم اللوحة مائلة مغريبة، ما أدري من اللي ميلها. فهو يقول لك هي ما كانت مائلة، هي كانت طبيعية. تقول لا أنا متأكد أنا كانت مائلة وعدلتها. يقول لا أنت صمك ما عد، أنت وقتها كنت نايمة أو كنت تسوين الشيء الفلاني. تمستوعب يحاول يوهمها بواقع مش موجود. زي مثلاً يجي زوجته يقول أنا بطلع يوم الجمعة مع أحمد، فتقول له مش اتفقنا أنك حتوديني مثلاً المكان الفلاني؟ لا أنا قايل لك حطلع مع أحمد من البداية. بتبدأ هي تشك، تقول لا أنا متأكدة أنك أنت قايل لي بنروح المكان الفلاني. فيدخلون في هذا الجدل، لا يا بنت الحلال أنا قايل لك بطلع مع أحمد الله يهديك، أنا بطلع مع أحمد المكان الفلاني ومن هذا الكلام. فلما يطلع مع أحمد مثلا، ركز معي، أنها تتصل على أحمد، أهلين أحمد أنا زوجة فلان، زوجي تأخر علي، هو موجود معك؟ فيقول لا أنا ما شفته ولا كلمني ولا اتصل علي. تقول إيش؟ كيف كذا؟ هو قايل لي بطلع مع أحمد. فلما يرجع هو حضرته يشرف راجع للمنزل، تقول له انا كلمت احمد وقال لي بطلع احمد، احمد يقول انا ما شفتك ولا كلمتني ولا تواصلنا اصلا. قال انا ما قلت لك احمد، قال لك بطلع مع محمد. اقول لا تجنني، قال اقول لك انا بطلع مع محمد، قال لك بطلع مع محمد الفلاني، وهذه الرسائل بيني وبين محمد، وهذا انا بطلع، انت ايش فيك؟ فيبدا يحاول يزرع فكره انها هي مجنونه. والله يا صديقي العسل، في قصص حصلت على ارض الواقع، مريت قريتها في كتب، ناس فعلا وصلوا شركاء حياتهم للجنون، أو أبناء، أو حتى ممكن يكون آباء أو غيره، أو زملاء أو أصدقاء، للجنون، لدرجة أنه فعلاً هذاك الشخص جن حقيقة يعني، بسبب الوهم طبعاً، يعني لو يبتعد عن هذا الشخص فترة يرجع الوضع الطبيعي، فيزعزع فيه الثقة بالنفس فقط عشان يتلاعب فيه. تخيل، يقول لك بعد ممارسة هذا التصرف فترة من الزمن، يصير الشخص المتلاعب به يثق بالحقيقة اللي يقولها الشخص المتلاعب، فلما يشوف شيء غلط فيقوم يرد عليه المتلاعب الشخص السايكوباتي، يقول لا الموضوع ما كان كذا، كان كذا. فخلاص مع زعزعة الثقة اللي هو قاعد يعيشها المتلاعب به، يقول اوكي ممكن الموضوع كان كذا فعلا، بس انا اللي فيني مشكلة. فيبدأ عاد الان يعطينا نصايح كيف ممكن نتجنب السايكوباثيين، او ممكن نتجنب الاشخاص اللي قد يتلاعبون فينا. اول شيء قالك ابتعد عنهم، قالك خصوصا اذا هم ما هم من دائرتك المقربة، اقطعهم تماما. اما اذا كانوا من دائرتك المقربة فانعزل عنهم. يعني مثلا ممكن يكون في شخص في محيطك، نقول في العمل، مضطر انك تشتغل معه، الله المستعان، عاد تقدر تعزل نفسك عنه. هو انك ما تسولف معه، ما تشارك الاكل، ما تشارك العمل مثلا، اذا تقدر، اذا احتجت سؤال ما تسأله هو، اذا احتجت مساعدة ما تطلب منه هو. فيقول لك ابدا لا تدخل حتى معه في مفاوضات، لان غالبا المعايير بيقلبها عليك، بيحاول يستغلك قدر المستطاع، واذا ما وافقت على شروطه في المفاوضة المنطقية بالنسبة لك ولا منطقية بالنسبة له، راح يقلب كل الناس اللي محيطين حولك عليك، راح يتلاعب فيهم عشان يخليهم يكرهونك. وهذا الكلام حصل، روح وتابع الفيلم الوثائقي اللي قلت لك عنه، رهيب، حصل فيه هذا الشيء، يتلاعبون في اشخاص بس على اساس يقلبونهم على الشخص اللي هم يعتبرونه ضحية، او مثلا ما انقاد لتصرفاتهم. فيقول لك دائما حاول تقطع كل الحبال مع اي شخص متلاعب او سايكوباثي تماما. يقول وانتبه تفكر بالانتقام، هذا لن يفلح ابدا، لانه اذا انتقمت منه بيرجع لك بانتقام اشد شناعه وشراسه. وانتبه هذا مختل نفسيا، يعني ممكن يصل لمرحله القتل، ممكن يصل لمرحله الاذى، وضحت؟ مش انتقام بسيط. فابدا لا تفكر بالانتقام، فكر كيف تبعد هذا الشخص من دائرتك قدر المستطاع، حتى لو اضطررت مثلا انك تترك بيئة العمل، ابعد عنه قدر المستطاع. ذكرت شخص يا صديق العسل، بس والله ما اقدر اذكر لك هذه القصة لانها خاصة جدا، بس فعلا جت في بالي الحين، فعلا فعلا كان سايكوباتي، تصدق؟ لا الان انا اكتشفت فعلا انه مرت علي هذه الحالة، وكان في طرف هو يعتبر ضحية، ولطف رب العالمين خلاني ادخل في النص بينهم، وكنت اعطي نصائح جدا جدا مهمة للشخص اللي يعتبر ضحية، لين الحمد لله سلم منه. والله فعلا للتو تذكرتها الآن، القصة خاصة ما أقدر أذكرها. وعلى فكرة هذاك الشخص السايكوباث أنا أعرفه شخصيا، قطعت كل شيء معه، كل شيء. ركز معي، أنا من الناس اللي ما أبلك أحد، تخيل. يعني أنا مثلا اختلفت مع أحد من أصدقائي ولا أفراد عائلتي ما أبلك، وش أسلوب الطفولي بالنسبة لي؟ أنا بالنسبة لي هذا رأيي الشخصي، مو الشخص اللي يبلك طفولي، أنا بالنسبة لي أرى أنه لا، يعني أوكي خله لا ترد عليه وانتهى الموضوع. بس هذاك بلكته، تخيل، بلكت من الاتصالات، بلكت من الواتساب، بلكت من كل مكان، حتى من برامج التواصل الاجتماعي. والله العظيم شوف، انا ما اقدر اصنفه سايكوباثي، بس فعلا كان شخص اوف طرف بالي لما جت حته الانتقام هذه، لاني فعلا كان مجرم،
كان قد يصل لمرحلة أنه ممكن يقتل. من النصائح أنك لما تتكلم مع سايكوباثي قلل نبرة صوتك، مش قوة الصوت، النبرة. النبرة في ناس ما تعرف تفرق بين قوة الصوت وشدتها والنبرة. يعني مثلا ممكن أنا تكون نبرة صوتي جدا حادة بس هي موطيه، يعني شدة جدا ضعيفة، زي ويليام نيسن لما قال I will find you and I will put you. ما أقدر أقول كلمة دي عشان اليوتيوب، بس هذه نبرة جدا حادة بالرغم من أنه شدة الصوت أو قوة الصوت ضعيفة. فهو يقول خفف النبرة وخفف شدة الصوت معه، يعني لا تحاول تكون فيها نزعة كذا قوية على أساس ما أنت تثير الأشياء المجنونة اللي داخله فيه وتوصل لمرحلة أنه ممكن يؤذيك نفسيا أو بدنيا. هذا طبعا إذا اضطريت أنك تدخل معه في حوار، ولا الأفضل أنك تتجنب كل الحوارات معه تماما. فختاما يا صديقي العسل، مثل ما قلنا هذه صفات أشخاص سايكوباثيين موجودة في 1% من سكان هذا الكون أو سكان الأرض بمعنى أدق وأصح. بالتالي يا صديقي العسل لا تروح بعد الفيديو وتدور في علاقاتك من هو السايكوباثي. ما يحتاج أنت تدور وتكتشفه، أبيك تستوعب هذه الفكرة. أنت ما يحتاج بعد ما تسمع هذه الحلقة تروح تدور عن السايكوباثي عشان تكتشف أنه أوه اكتشفت أن فلان سايكوباثي، لا لا لا. أو مثلا شخص قاعد يتلاعب فيك ويضرك، لا أبدا. صدقني اللي يتلاعب فيك ويضرك ومؤذيك هو اصلا واضح من زمان، ما يحتاج اصلا تفكر فيه. هو انت عارف من زمان من قبل هذه الحلقه انه هذا الشخص اما يتلاعب فيك او قاعد ياذيك او يمشيك على مزاجه الى مرحله الاذى، وليس من حب او حرص. ولازم تحاول تفرق انه في فرق بين الشخص اللي يحاول يتلاعب فيني والفرق بين الشخص اللي قاعد يقودني لحياه افضل. ابوك امك يقودونك لحياه افضل، مش لمصالحهم الشخصيه. كذلك المدير في العمل او القائد في العمل او قائد الفريق، غالبا اذا قادك يقودك لمصلحه الفريق او منافع الشركه مش عشان مصالحه الشخصيه. بدك تستوعب هذا الشيء. سايكوباثي يتلاعب فيك عشان مصالحه الشخصيه. وعلى فكره الرغبات الشخصيه اللي قاعدين نتكلم عنها بالنسبه للسايكوباثيين رغبات شنيعه، وانا وياك عارفينها من دون ما انطقها. فهمت قصدي؟ يعني مصالحها الشخصية الشخصية فعلا. ففرق فرق. من أكبر المصايب اللي حنا نواجهها اليوم في السوشيال ميديا هي تشييع الشواذ أو الحالات الشاذة. ما تعمم، لا، إحنا نروح في زمن السوشيال ميديا ونشوف الحالة الشاذة النادرة اللي لا تمثل 1% 2% 5% أو أقل، ونعممها على أنها شائعة وكأنك كل يوم بتلتقي بسايكوباثي. هذه مصيبة يا صديقي العسل، لازم تكون واعي لها. أتمنى تكون هذه الحلقة أفادتك، وأتمنى أنك تعرف شخص قد يستفيد من هذه الحلقة، شاركها معه وعطنا لايك، ولا تنسى الاشتراك وتفعل الجرس عشان تتابع الحلقة القادمة من برنامج بوكافين. شكرا لحسن الاستماع، وشكرا دائما وأبدا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. السلام عليكم.